الكابتن لؤي صلاح، المنتخب الوطني ليس مثالي، وعلى اللاعبين أن يظهروا بشكل أفضل أمام سوريا. نتابع. يعني الوضع المنتخب مو بالمثالي، لكن وضع جيد جدا بالنسبة للفترة اللي سبقته، خاصة الجانب النفسي. أيضا وضع سوريا هو مو بالوضع الجيد نهائيا، وممكن عندنا فرصة كبيرة بإحراز البطاقة الثالثة. يعني بكل الأحوال شاكرين سعي الجهاز الفني وكل اللاعبين قدموا ما عليهم، وهي فرصة أعتقد ممكن أن نغطي كل الأخطاء اللي صار السابق. يعني دائما هو نفس الكلام مكرر، بأن ألعب بثقة، ألعب برأس عالي، كعب عالي، وأكيد أنت الطرف الأفضل، بس يكون هو يعني ثق بقدراته وبنفسه، يقدر يفرض نفسه بالملعب، ويقدر جانب جيد، جانب هجومي جيد، لا بأس به بالموضوع، لأن الجهاز الفني عند الرؤية بأن إحنا من الهدف نلعب بالخمسة أربعة واحد أو ثلاثة أربعة ثلاثة تتحول، وهي مسألة منطقية. أنت تلعب مع منتخبات وتسقيط، واليوم المهم النتيجة أكثر ما مهم الأداء، فممكن هو هذا الأسلوب الأنجح بالوقت الحاضر.